السلام عليكم الحبابات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف حالكم؟ كنتمنى لكم تكونوا كامله بألف خير ان شاء الله يا ربي، وتمام الصحه والعافيه. اكيد اكيد كتسنوا في جليباتكم، يعني عارفه ان نهار الجمعه كلشي كتسنى شكون اللي حوايج تخدموا اليوم. ان شاء الله غادي نوريكم الحوايج اللي تخدموا، وكاين شي حاجه تخدمات هكايا باقا ما بخيطاش، وشي حاجه عاد غيمشي راجل يجيبها من عند خياط في هذه الساعه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم. واحد التوضيح للبنات بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي راه ما شفناش الموديله ام عثمان زيدات، بالنسبه للبنات اللي ما كيوصلوهمش الفيديوهات ديالي، ما عليهم الا يحيدوا الجرس ويعاودوا يرجعوا، ولا الابوني يحيدوها ويعاودوا يرجعوها باش هكا يوصلوهم الفيديوهات ديالي. انا دائما حويجاتكم كنصورهم كيف من المعتاد. كنتمنى لكم السعاده والهناء، وكنتمنى لكم جمعه طيبه يا ربي، ونهايه اسبوع موفقه للجميع ان شاء الله الرحمن الرحيم. الجليبه طلعوا زوينين، قطيطنات اللي مقابلين معايا هما طلعوا زوينين، بصحه ماليهم. وان شاء الله كنتظر غدا السبت بفارغ الصبر ان شاء الله، باش هكا بالخصوص ملي كتكون شي حاجه زوينه وطالعه زوينه كتبغي تشوفي حتى الفرحه في عيني مولاتها. وبالنسبه للاخوات اللي تيقولوا ما بغاش تخدم لينا، ما كنعيطوا عليها ما ردتنا، لا انا حاشا لله ما كنرد حتى شي واحد، ولكن كنقول لكم الصبر، يعني خاصك تسناي. الا مشيتي شديت من عندك راه غنعطيك واحد الوقت اللي خاصك تقبلي، ملي كنعطيكم الوقت ما كيتقبلوش. ولكن شوفوا سبحان الله، هاد جوج سيمانات عطيت خدمه الحمد لله والشكر لله، ميسره مزيان الحمد لله. يعني راه كاين بعض المرات، راه كاين بعض المرات كتكوني بحال دابا هاد الكم هذا عامر، عوض ما غنخدم فيه نخدم فيه بحال هكا واحد المده، الا كان كيقطع الصبر غنخدم ديك المده مدوبله على ثلاثه المرات، ولا كان ما كيقطعش وغادي مسرسب خدام مزيان، يعني كتخدمي وانت مرتاحه وتبارك الله طلع زوين مولاتها حتى هي صبرات وفي الاخر طلعوا لها حوايج زوينين. وزدتها واحد الحاجه حتى كملتو ويبان ليا الظهر خاصها شي حاجه، قلت لها لا ما يمكنش نعطيها الظهر هكايا، خاصني الظهر نزيد لها فيه شي حاجه. هو اللي بقات لي فيه، خدمت جهه وبقات لي جهه، غنفيق ليها الصباح بكري ان شاء الله نكملها ليها، باش هكا بقات لي فيها واحد المره اخر مره هي اللي خليتها قالت صافي خليها الصباح ونكملها. يعني حتى الظهر ما صراحه ما كنتش غنديروا ليها، لان ما اتفقناش على الظهر، هي اتفقنا غير على الكتاف هنايا واحد شي حاجه بحال هكا يستر. ولكن انا والصديقه ديالي والاخت ديالي ليلى طلعت عندي قالت لي يعني شوفوا كنتبادلوا مع بعضياتنا لا زيدوا هذه لا. وشوفي ليلى الله يرحم الوالد، مابقاش تقول لي زيدي، راه ما زيدناش الفلوس باش نزيدوها. ولكن ماشي خساره في وجهكم، والله ما خساره، انا راه ماشي ما انا راه جوني من الجهه الرطبه نعطيكم كل شيء صحتكم وراحتكم. والله لقينا مع محسن منا، والله جعل ربي يقدرنا يا ربي باش هكا نقدر نلبي لكم الطلبات ديالكم كاملين ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحتى الاخوات اللي باغيين يتعلموا راه شوفوا غير صبروا على ام عثمان زيدات، راه قلت لكم ام عثمان زيدات كتدوز من واحد المرحله اللي صعيبه وقربت تنقزع ان شاء الله. يعني بقات لي غير جديد هكا، كان كذا هكا ولا جديد هكا، بقى شق صغير ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ملي غنقاد اموري غيولي عندي وقت انني نصور لكم داكشي اللي بغيتو نصور لك. راح غير عاد موتوب الا مشيت نتقدى السوب، راه زيتوني كيتفرج فيا لك كيسمع كتقول لي صور لينا، يعني كنمشي مخطوفه، يعني كنمشي وتعيط عليا، يعني كنسدو المحل وكنمشي كنلقى راه جاو الناس مورايا ولا جا شي حد ولا تعيط، كنمشي دغيا هذا وكنرجع. يعني لو كان عندي الوقت وعندي الخاطر ديالي وبشوي عليا، يعني راه حتى ديك الخرجه اللي غنمشي عند زيتونه غنصور لكم ونصور لكم الجديد ديالو، راه دائما فين ما كنمشي كنلقى عنده شي حاجه جديده. ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم ونعود في اي حاجه شفتها نبارطاجيها معكم، غير دعوا معايا ان شاء الله الرحمن الرحيم. راني سيره والله العظيم لا سيره، كنقص الخدمه بزاف بزاف بزاف، الخدمه تنقصت، وانا هذه جوج الاسابيع الحمد لله فرحانه بزاف، لان بزاف الخدمه اللي كانت مع عطاله حيدات والحوايج الامانه مشاو الحمد لله والشكر لله. يعني بقات شي حاجه اللي خاصها تخيط، وبقات شي حاجه غتجي من تشبيك، وهكا نكون سالت الامانه هما كاملين. غتبقى لي غير واحد السيده اخرى يبقى، وهذيك عارفها حتى غتجي غتعزل الرشيمات ديالها هي وبنتها هند الله يخليها ليها، واحد الكليانه حليوه البنات تبارك الله ما شاء الله. وسبحان الله حتى حوايجك الخدمه هما كيكونوا ميسرين،
يعني ما كتضعقني بوقت، ما كتضعقني باتصالات، حاطه كرتونه، راه جايبه كرتونه هذه المره كترسي بزاف، ولكن ان شاء الله غنخدمهم لك على حقهم وطريقهم، لان غتلقيني ناقص عليا الخدمه. غنبداو باول موديل البنات اللي هو هذا. بصحة مولاتو تاهي، عاد غندير لكم فيديو خاص بالتشباك ان شاء الله، نكمل الموديلات تاع التشباك وندير لكم فيديو خاص بالتشباك، يعني التشباك كنشدو القياس اللي غادي نخدمو حتى كيتخدم عاد كنعاودو نشدو. ندير لكم باول موديل اللي هو هاد القفيطين اللي جا تبارك الله، نوريكم كيفاش جا. بارك الله ما شاء الله، جا روعه روعه، جا زوين جا زوين تبارك الله، شفتوا بس يا بنات هكا هكا مزيان. هذا الموف وخدمناه بواحد اللون ديال الصم كيشبه اللون الموف، غنعطيكم الريفرنس ديالو، كيعجبني الحال ملي كنكون نصور 3113، هذا اللون كيعطي واحد اللون ديال الموف، كيعطي اللون ديال الموف، شفتوا كيجي زوين مع اللون الموف البنات، كيجي مع الموف، كيجي مع الموف الغوز بيبي، هادو كاع الالوان كيجيو معاهم. هذا تاهت السيده، تاهت السيده كاع ما كنا دايرين معاها في الظهر، درت ليها قبيبه في الظهر باش يجي صد الظهر حتى هويا. بصحتكم وراحتكم وتلبسوهم ان شاء الله بالصحه والسلامه. واحد السيده قالت لي قولي تقطعوهم، لا اختي بي قطعوهم شي لبسوهم يعاود يصدقوهم. شوفوا معايا هذا الكميم، الكمام تاعهم بجوج مطروزين نفس الرشمه، هذه الا بغات تزيد 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 زيت سبينه كاع دير لها في الوريدات حجيرات. غندوزو لهذا الموديل هذا اللي جا لكم بحال الشكل هكا، شوفوا معايا نبعد باش تشوفوا لكم كيف جا، شوفوا الخدمه ديالو كي جات، شوفوا الرشيمه كي جات تبارك الله ما شاء الله. هذه مولاتها تبارك الله ما شاء الله، راه مباشره ماشي هي الكاميرا مع 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 الاضاءه، هذه مولاتها هي اللي خرجت لي الرشمه، شوفوا ملي كنبعد كيفاش كتبان، كيجي الدراع بحال هكا عامر. هذه ان شاء الله غنديرها انا في شي موديل الا سمحت لينا مولات الرشمه. قولي لينا شنو انا شنو غندير لها، غنوريكم باش هي تاخذ فكره. غنعمرها كامله بالحجر المهرس بحال هذه، وغندير شي لون فلاشي، شي لون دابا مخدومه بالصم باللون ديال الثوب، ولكن ملي غنبغي نلبسها انا غندير فيها شي لون بالمات سونو بهذا المهرس، يكون طالع يكون فلاشي باش يطلع لي الثوب، يخرج لي اللون ديال الثوب. حتى هي تلبسها بالصحه والسلامه ان شاء الله. هادو لكم الثاني، خدمنا لها جوج الكمام، وهذا هنا اللي جا القفطان على شكل غوب، شكل كسوة، على شكل كسيوة. هذا هنا الصدر، شوفوا معايا يعني كيجي الكتف هنا، شوفوا معايا شوفوا تبارك الله، زعما راه كاين عندي الكليانات ما شاء الله عليهم، شوفوا كيفاش غتجي بحال هكا، وحداها غتجي روعة والله العظيم. انا حتى شوفوا ما قلت لكم غندير موديل الا وعجبتني. هكا ومع الصدر هكا، واللي زدتها انا زدتها نفس الموتيف، نفس الرشمه في نفس الجهه من الظهر، حتى الظهر حتى هو ملي غتقلبوا غيجي وحده هنا وحده في الجهه الاخرى ديال الظهر. بصحتك وراحتك وتلبسيه ستي بالصحه والسلامه ان شاء الله. صراحه الحويجه تعجبوني، هذا ديما حويجه عاجبيني. اش خاصه دوبات بنزيدات، والله حتى خاصه غير الصحه هي اللي خاصه، هما حتى شي خير ما خاصه الحمد لله. يلا البنات قبل ما نكملوا، ما فيها باس، ما خسرتوا والو، ديروا لي الجيم، يلا رجعوا كلكم ديروا الجيم باش عندنا باش نكمل. يلا سيري هيا انتيا تاتيا تاتا، يلا درتوا كاملين جيم هاكاك الرضا، تاتي صغيره درتي الرضا. الله يحفظكم كاملين، حتى راه كنحس بكم بحال حدايا، كنهضر معكم حدايا. غندوزو الدقه اللي كتعجبكم بزاف،
وطلعت في البلوسيال روعه. غنقول لكم الالوان اللي كتبان فيها الدقه زوينه. عندك هذا اللون، عندك الموف، الكحل، وي صراحه كاع اللون كتجي فيهم زوينين. شوفوا معايا غير على حساب الصم. شوفوا معايا شوفوا معايا شوفوا معايا هاد السيده مولات هاد الجلابه. يمكن راك عندك جلابه ديال السلان، انا غادي نتاكد. البنات كتقول لي كيفاش كتبقاي عاقله. كنديروا المذكره البنات، لا حنتي من الاجنده هي اللي غتخلينا. دابا غنرجع للاجنده بحال هكا، نرجع للاجنده من بعد باش نشوفوا السميات. غنرجع للاجنده بحال هكا وغنبدا نقلب على مولات هذه. هذه يمكن عندها السلان، هذه هي الحاجه الوحيده باش ما كنساش. اما باش غتعقلي على 100 مره ولا 150 مره راه بزاف صراحه. كيت كنعقل، يعني كنت كنعقل ملي كانوا كيجوا 4 الحليانات 5 10، ولكن ملي تعداو بزاف صافي ما كتقدرش عقلي الا انا مقيتي وخلاص. خلاص البنات كملوا لينا بالكمامه. انا راه كنوقف حدايا المراه كنت كنقول مع شكون هي هذه، الا جلابه عندها حتى كتحيد الكمامه. هذا كنعرف راسي ما من كندوي. قلت لكم الدقه كتجي هي راقيه في اللبسه ديالها. ان شاء الله السيده اللي من السعوديه راه حنا خدامين لك في الحويجات ديالك باش يدفعوا يتخدموا في اليد باش تيوصلوا لك. سعوديه، واحد السيده سعوديه ماشي مقيمه، سعوديه الاصل، مكوموندي عندنا جلالب وقفاطن، غادي نخدموهم ليها. وشرف كبير انك تبارطاجي الطرز ديال ام عثمان زيدات، وشرف كبير نخدم الناس خارج ارض الوطن، يعني شي حاجه للدول العربيه، يعني واحد الانسانه ما يعني بعيده على القفطان المغربي وعجبها، عشقات القفطان المغربي وعشقات لبس عند ام عثمان زيدات. يعني قالت لي انا راه كنكون في واحد المجمع مع صحاباتي وعجبهم الطرز ديالك، وقلت لهم انا راه خدمت لي ام عثمان زيدات وهضرت معها وجاوبتني، وبقاو كيقولوا ليها كيفاش عثمان شدت من عندك وحنا راه. ولكن هاد السيده شاده من عندها شحال هادي البنات، شاده من عندها شحال هادي، كومون ديالها راه اكثر من شهرين دابا وهي عندي. ها هي يلا وصلت النوبه ديالها، ان شاء الله غير يكملوا راه نتواصل معاك. شوفي ملي توصلوك الاخت اللي من السعوديه، ملي وصلوك القفاطين وريهم للصديقات ديالك. او علاش لا، علاش لا ما يكونش عندنا شي محل في السعوديه، علاش لا، نطلبوها غاليه بزاف. قال لك طلبها كبيره ولا برك الله، علاش ما يكونش شي فرع ديال ام عثمان زيدات من غير هذا المحل الصغير الضيق. الحمد لله هو صغير ولكن انا كيبان لي كبير في عينيا، الحمد لله والشكر لله. هذا الصدر، علاش كنقول لكم العيالة تعلموا الصنعة يا خواتاتي، تعلموا الصنعة راه غتهزكم وتعزكم. راه كان ما كنقولش لكم عن فراغ، راه كنقول لكم عن تجربة. هادو هنا الكمين، شفتو كي جات؟ تقدروا هادي ديال الكمين، هادي ديال الكمين دارتها في الصدر بحال هكا. اللي كيبغي داك الشيء خفيف ورقيق. وهذا القب ديالها اختي، تنتي راجلي دباتك وجدو، لكن تنتي حاطه عندنا، شفتو القب كيفاش كتجي؟ لكن تي حاطني عند السلام، راه جلي لباتك راه وجدو. غندوزو لناس الرباط، ناس الرباط هانتوما يا الخواتات، هانتوما يا العيالات. شوفو ام عثمان اش كتصايب اختي، اول واحد هو اللي شكر السلعة ديالو. اختي انا راه شكرت، راه كيبان لي داكشي زوين والله اعلم. شوفو معايا هذا الخضر، دخلنا ليه الديكرادي ديال اللون الخضر، نوريه لكم. هو هذا الديكرادي ديال اللون الخضر، ماشي اللون الخضر الديكرادي ديالو. دخلنا ليه واحد الديكرادي واحد اخر ديال الخضر بحال خرشوفي فاتح بزاف عندي الفوق، ودرنا ليها اللون ديال البرونز، يعني جات زوينه تبارك الله. هادو هذا قفطان، هذا الكميمات ديالو، هذا الكم الثاني هنا. هنا غندوزو للبلديه، البلديه البلديه البلديه
وان شاء الله ملي غتشوفوها جلال طالعين عاده غتعرفوا ان البلديه راه روعه. هذه البلديه ان شاء الله غير غنطلع ونعيط لمولاتي سيسي باش تجي ليها. ها هي شوفوا ما بيناش ما بانش يا ربي. شوفي كي جات لك حل في لك حل. هاتي دابا هكا باينه هكا شوفوا. لا هاك تبارك الله ما شاء الله سي جات زوينه. غير واحد القضيه نصيحه للاخوات اللي كيخدموا كحل في كحل وكيبغي ينبتوا استسمح البنات شوفوا شتي الكحبه الكحل في الكحل وكيبغي ينبتوه. نصيحه لكم ما تخرجوش على الاول الكحل نبتوها بالكحل. يعني كي تبان لكم داك البريون ديال الحجر البريون ديال الحجيرات هادو الكميمات شي انا الكحل في الكحل واخا طرزي فيها شحال ما قب شحال ما بغيتي كتبقى زوينه. وهذا القب ديالها شفتو ديالكم تاني صافي. دابا غنطلع ان شاء الله عرفتي اليوم عندي بزاف الحوايج غنديرهم في الليل. يعني خاصني نكمل الحوايج ديال الشباك باش هكا اللي يجوا لي هما ليهم خاصني نرشام شحال من حاجه خاصني نديرها اليوم. غير الله يقدرنا ولتمسوا منا العذر. هذه بحال جل بحال الخضراء هنا في لون واو تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. شوفوا كيف جات شفتوا ما عليكم شوفوا كيف جات روعه يا سلام. بصحة مولاتها تهيايا مخدومين فيها الكميمات جوج. ها هي اختي دخلنا ليها الغوز كاشيري بيج البرونز 3001 وهذا القب ديالها. كنتمنى الموديلات ينالوا الاعجاب ديالكم وكنتمنى فعلا خصكم ام عثمان زياد كتكون كتعجبكم ماشي انا الخدمه ديالها الخدمه ديال ام عثمان زياد. صرت لكم هذه جوج الاسابيع كنخدم ناشطه الحمد لله والشكر لله. علاش؟ لانني كنخدم مرتاحه كنخدم مرتاحه وملي كنخدم مرتاحه راه كنعطي كثر يعني كنعطي كثر. راه ما تخدموش غير هاد الحوايج راه تخدموا حتى حوايج اخرين باقي كدير لهم الفينيسيون ديالهم. يعني هاد الشيء راه تخدموا هاد الحوايج وحوايج وحدين اخرين غدا ان شاء الله حتى هما غادي يتصلحوا ويدير لهم لا فينيسيون ديالهم. نقدروا هادوك الحوايج نقولوا لهم جيو لهم وسط السيمانه. علاش؟ حيتي ما قدرناش نديروا لا فينيسيون لكلشي ولا يتصلح كلشي. راه كاينه شي حاجه باقا بلا صليح ان شاء الله نقدر هذيك نصور فيديو ديالها بوحدها ونقول لهم جو وسط السيمانه ماشي مشكل بخصوص الا كانوا مزروبين بهم. الا ما كانوش غيتسناو حتى السبت اللي من بعد ديال غدا. غنقول لكم خليت لكم السعاده وخليت لكم الهناء وخليت لكم الفرح وتحيه لجميع القنوات وتحيه لجميع اليوتيوبرات المناضلات الحرات اللي كيقلبوا كيخدموا كيشاهدوا وتحيه لاي امراه واي اخت كتقلب على رزق الحلال الرزق الطيب وكتخدم بالويدات. انا ماشي ساهله تخدمي بالويدات يا تعجني مسمن يا ديري البغرير يا ديري صنعه. مهم انك كتخدمي يعني كتكسبي واحد 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 الرزق باليدين ديالك بالتعب بالتعب. راه ماشي بواحد التعب بواحد المجهود. الحمد لله والشكر لله. غنقول لكم خليت لكم الراحه واللي باركه وما كتضيع في الوقت وما كدير حتى شي حاجه. نوضي اختي تحركي راه كنقول لك الصنعه راه الزيها تهزك وعزيها تعزك. نوضي تحركي وديري شي حاجه اللي تنفعك وديري شي حاجه اللي تخليك تحسي براسك فرحانه. راه شوفوا كذب عليكم كذاب لكن جي مع مره كتكون مره ناشطه ولا كان خاويه كتبقى طالع عليها الدم خاصها يدخل الراجل تشدي وياه. الله يسهل عليكم كاملين يفتح عليكم ابواب الخير واللي رزقني الله يجعله رزقكم انتما. يلا السلام عليكم والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد.